بالنسبه للمنتخب الوطني كيف ما كنقولوا بدا بدايه غير موفقه بالنسبه لائحه المستدعات، كان فيها القيل والقال، عدم المنادات على مزراوي وزياش اللي كانوا يقدروا يعطوا الاضافه للمرحله اللي احنا كنشوفوا قبل 24 ساعه قبل من المقابله، كنشوفوا اصابات بكورونا، حالات ديال كورونا في داخل المجموعه، هادشي اللي كيخلينا كيف ما كنقولوا يدخل القلق للجماهير على كيف ما كنقولوا المستقبل ديال المنتخب في الدوره. راه كمغاربه حاجه طبيعيه كنتمنوا الفوز المنتخب الوطني، راه ولفوا فقصونا، كنتمنوا غدا تكون شي نتيجه ايجابيه لجميع المغاربه وحظ موفق للمنتخب الوطني. حنا باغيين اخويا نربحوها بواحد، الله يجعل البركه، باغيين هذيك 3 بوان. اما كما قلت لك كنتوقعوا من المباراه الاولى انهم يفوزوا بجوج لواحد ولا المهم بجوج لزيرو، المهم تكون النتيجه ايجابيه ما تكونش نتيجه سلبيه، والمباراه الجايين يكونوا على حساب المنطقه، يكونوا ديما كيفوزوا ماشي غير المباراه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، المهم ديما الفوز. غيربحوا يا اما بواحد زيرو يا اما غيخسروا، حيت ما كاينش شي منتخب زعما لا يقدر يفرحنا ولا شي حاجه، حيت خاسرين غنتقساو يا اما في التومون يا اما الربع. حنا كمغاربه ما فرحانينش بهذا الشيء اللي كيديروا، واحد ما عايشين على الزياج مزراوي شحال من لعاب، على هذا الشيء علاش كنقولوا حنا ما غاديش نربحوا، خاسرين. وكنتوقع ان النتيجه ديال غدا ان شاء الله تقدر تخرج بانتصار المنتخب المغربي ان شاء الله بواحد 2-0. كنتوقع انه غينتصر المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله، على غانا ب2-0 ان شاء الله باذن الله. مؤهلات عندنا، لعابه عندنا، دي جمهور مزيانين، وكنتمناو من خالي لوزيت يحط لنا شي تشكيله اللي هي هذيك. النتيجه ان شاء الله 2-0، والله ما يحشموناش، نتمنوا من الله الفوز، لان كل يوم احنا كنبقاو نتمنوا قبل، حيت كيجي وقت الصح ما كنجيبو، كنجيو حنا الاولين، نتمنى الله والله العام يجيبوا لنا اللقب. توقع الفوز ديال المنتخب المغربي، هادشي جات 3-0. على ما اظن نخسر بواحد، على ما اظن، وحنا كمغاربه ما نبغيوش ما ديناش كاس العرب، وخاصنا نديو بعدا كاس افريقيا ولا، المهم ما نفرحوش حنا وصافي. توقع تعادل، التعادل اقصى تعادل، يعني ما غاديش توقع النتيجه ديال 100% ولكن تعادل باهداف بغير اهداف، ولكن التعادل هو المطروح. لا قدر الله ما بغيناش تكون هزيمه ان شاء الله، نقولوا 2-0، هذه احتمال تكون 2-0، انا متيقن بزاف. وبالنسبه للمقابلات ديال كاس افريقيا، بالصعب انك تكهن بالنتيجه ديالها، معروف انها كتكون فيها مفاجات، فرق كتكون هي الحصان الاسود للبطوله، كتكون ما كتوقعش تمشي في بعيد في البطوله، هي اللي كتكون كتسيطر، وكما كنقولوا كتخلق الحدث وكتعطي الميزه للتظاهره. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.